ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان، وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيضين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين. إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية. إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية. إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر. إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات، الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟ نعم، هذا ما أقصده. من الذي أطلق فكرة صراع الحضارات؟ أليس سامويل هانتونغتون وجاء ليس بن لادن كما يقولون؟ أريد أن ندخل في الموضوع لو تكرمت. المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير. نعم. المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات. عندما قال نبي الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون، هم أثاروا هذا الصراع، هم بدأوا تلك الحرب. وعليهم كم يوقف هذا تلك الحرب أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءة بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكافرين. يقول أنه لا يسب عقائد الآخرين، أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوصم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم؟ مرة يطلق عليهم أهل البيت أهل الذمة، ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب، ومرة يشبههم بالقردة والخنازير، ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم. من قال لكم بأنهم أهل كتاب؟ هم ليسوا أهل كتاب، هم أهل كتب. كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم، وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق. بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين، وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين؟ لست مسيحية، لست مسلمة ولا يهودية، أنا إنسانة علمانية، لا أؤمن بالغيبيات، ولكنني أحترم حق الآخر في ملحدة. يعني ملحدة؟ تستطيع أن تقول ما شئت. أنا بسألك، أنا إنسانة علمانية، أنا بسألك وعاملك بمنطقي. إن كنت ملحدة فلا عتب عليك إن سببت الإسلام ونبي الإسلام وقرآن الإسلام. بس دقيقة يا أخي، آمن بالحجر ولكن إياك أن تضربني بها. أنت حر في أن تعبد من تشاء، ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم. اتركوا الناس في عقائدهم. اليهود خرجوا من مأساة، فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم، بعملهم لا بزعيقهم. البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن التاسع عشر والقرن العشرين لعلماء اليهود. 15 مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا إلى حقوقهم بالعمل والعلم. لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني، لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة، لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس. حول المسلمين 3 تماثيل للإله بوذا إلى حطام. لم نرى بوذيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق كنيسة أو يحرق سفارة.
ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات، هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة. على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم.